بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في رحاب حلقتنا هذه من برنامج الميسر في أحكام الدين، حيث نتحدث عن أمر مهم وهو محبة الله ورسوله. المحبة والبغض من أعمال القلوب، ويجب على المكلف أن يستعملها في موافقة شرع الله تعالى، فيحب الله تعالى وما يوافق شرعه، ويبغض الشيطان وما يوسوس به من معاصٍ. محبة الله ورسوله، يجب على المكلف محبة الله تعالى ومحبة كلامه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نابع من الإيمان بالله تعالى وبما أنزل وبتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه. أما الشك في الله تبارك وتعالى أو في كلامه أو في رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من معاصي القلب، وهو كفر مخرج من ملة الإسلام. محبة الصحابة والآل والصالحين، من الواجبات القلبية محبة الصحابة والآل والصالحين، وعدم محبتهم من معاصي القلوب، وشتمهم وسبهم من معاصي اللسان. الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنصار دين الله تعالى، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وهم أي الصحابة من لقوه في حياته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، سواء طالت صحبتهم له أو لم تطل، وماتوا على ذلك أي على الإيمان به. الآل يطلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل خديجة وعائشة، وأقرباؤه المؤمنين مثل حمزة والعباس وعلي والحسن والحسين، وأمهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فمحبتهم واجبة لما خصوا به من الفضل. أما إن أريد بالآل مطلق أتباع النبي الأتقياء فتجب محبتهم، لأنهم أحباب الله تعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. الصالحون هم الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ومنهم العلماء العاملون، ومنهم أولياء الله تعالى. بغض الشيطان والمعاصي كذلك من أعمال القلوب الواجبة، بغض الشيطان والمعاصي والندم عليها. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج الميسر في أحكام الدين، لنكمل الكلام في الحلقة القادمة عن التكبر والحقد والحسد. نسأل الله لنا ولكم السلامة، فتابعونا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.